لا عيد لي بقى الكلام اللي انت قلته ده تاني. حمزة سلم بضاعة زيدان للحكومة؟ من امتى واحنا بنعمل الكلام ده؟ وانا مالي يا ست الكل؟ انا بنفذ اوامر. اوامر مين بقى ان شاء الله؟ ما هو لو مش انت يبقى اكيد حمزة، ملهاش تالت. ماشي يا عمو جمعة. الله يمسيك بالخير يا عم، مش حياتك. معاك سلاح؟ معايا يا ست الكل. فين؟ هو يا ست الكل. موت بيه نفسك. حط السلاح على دماغك وموت بيه روحك. الكلمة اللي بتطلع من بقى عايدة ما بترجعش تاني. يلا. حرام عليك يا ست الكل، أنا عندي عيال. فعنيا موت أنت نفسك وما تشيلش هم. خلص. الله الله، وحشاني قوي الايام دي. ايه بتفكر ليه؟ مش انت بتقول ان انت بتنفذ الاوامر؟ نفذ اوامري انا اللي مشغلاك. جاي تفكر دلوقتي؟ ما فكرتش تكلم الست اللي معايشك في العز ده قبل ما تتصرف؟ عارف ليه؟ عشان انت جبان، خايف على نفسك وبس. بس ما خفتش علينا وانت بتسلم بضاعتنا للحكومة. السماح يا ست الكل، حمزة بيه هو اللي كلمني، كنت هقول له ايه؟ بس اوعدك ان اي حاجة بعد كده لازم ارجع لك. قول لها حاجة يا حاج حمادة. حاج يابا، انا ما حجتش. خلاص عايدة، سامح المرة دي، مش هيعمل كده تاني. عشان خاطر عم حمادة بس. تمن البضاعة هيتاخد نصه من فلوسك. وحسك عينك زيدان يضرب اللي بيجرى ده. هطير فيها رقابي. غور. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. متشكرين يا عم حمادة. عم حمادة. أمين. كلم حمزة واحكي له كل اللي حصل ده، وخليه يجي النهاردة. النهاردة.